نسمع. كما عودناكم بالليماج دو جور، صورة اليوم اللي اخترناها لكم اليوم لأب قام بإيصال بنته إلى المدرسة وهما فوق حمار. الصورة ما نعرفش كان قاعدين نشوفوا فيها الآن على الشاشة، صورة إذا دل على حاجة سي المولدي فإنها دل على تشبث الأولياء بتربية أولادهم وتعليمهم، هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية أيضا وللأسف تدل على يعني تردي البنية التحتية مما دفع الأب إلى يعني أنه يهز بنته معاه فوق الحمار. ونزيد نضيف لك، إذا كان أنت استغربتها شوي فبالنسبة لي راهي معتادة، يعني لأنه أنا شخصيا قريت بالشكل هذا في الابتدائي، وكنت نمشي 9 كيلومتر، نعم في 9 9 و2 معناها 18 كيلومتر بار جور، معناها تقوم الصباح تمشي 9 كيلومتر باش توصل المدرسة ومن بعد في العشية ترجع. هذا نوع من النضال. إيه هذا هو الصورة هذه، ورأي هذيك أهمية المدرسة. يعني وكأننا نحن اليوم نستأنف في الحديث نتاع أمس، رأي المدرسة العمومية أو المدرسة الوطنية بالمعنى الأدق هي اللي بنت تونس الحديثة، وهي اللي وحدت المجتمع التونسي، وهي اللي أمنت لاسانسور سوسيال، المصعد الاجتماعي لكل أبناء الشعب التونسي في أقاصي الأرياف باش يندمجوا في المجتمع وباش يكون عندهم دور مهم في المجتمع. اليوم تلقاهم وزراء، مديرين عامين، جامعيين، أطباء، محامين في كل يعني مواقع القرار في تونس، انطلاقا من الواقع هذايا. لكن اليوم تغيرت المعطيات، لأنه الاستحقاقات ومتطلبات الحياة آنذاك في الوقت اللي عشت هنا بالظروف هذه مش استحقاقات اليوم. طفل اليوم تقريبا استحقاقاته تضاعفت 4 5 مرات طفل الثمانينات وطفل السبعينات. شوف انت اليوم متطلبات الحياة باش تواكب وتندمج وتقرا برنامج يحطك في القرن 21 ما نتصورش الظروف هذه تساعد. يعني اليوم المدرسة أصبحت خاضعة للمعايير الجديدة، اللي عنده إمكانيات قادر يستمر ويسترسل ويواصل الدراسة متاعه، اللي ما عندوش إمكانيات ما نجمش. وبنية كيف اللي ربباها على الدابة، قديش نجم تريزيستي، قديش نجم تقاوم، قديش نجم تصبر، قديش نجم تستمر في الظروف هذه في الوقت اللي هي مفتوحة على العالم الكل. تروح للدار تحل التلفزة، ونعرف اللي 98% من التونسيين يكونوا جهاز تلفزة. وقت ما تحل التلفزة وتلقى أندادها في العمر في أماكن أخرى من تونس، يعني هما الزوز ينتموا إلى نفس تونس، ولكن كل واحدة وتونسها. واحدة تونس متاعها تأمن لها سيارة فاخرة باش توصلها وتستناها وقت ما تكمل قرايتها، وتأمن لها جاردوري، وتأمن لها سكولة متطورة جدا 5 نجوم. والتونس متاع البنية هذه في أقصى الحالات وفرت لها بهيم بمجهود وربما بعبقرية واجتهاد بابا، أنه ما لقى حتى حل غير أنه يهزها على الدابة هذه باش توصل تقرأ. وبعد يعني شوف، حتى لو نتخيل صورة ماسخة، نهار اللي تتكسر الدابة هذه مسكينة ولا تموت الدابة ولا فشتين، شنية مصير؟ خليني نتوقع أنا صورة كاريكاتورية ونتوقع البهيمة ذي، البهيم ولا البهيمة الدابة ذي ماتت ولا تكسرت. نحكيو حتى على الطريق كيف تبدأ فما مطر، نحكيو حتى عليهم هما يعني كيبدأوا متوجهين للمدرسة وتبدأ فما ظروف معناها مناخية، تنجم تقاوم وتلعب دورها وتأدي وظيفتها المحكومة بها يعني كل يوم وتتحدى الطبيعة والمطر وقاسة الطبيعة وما إلى. أما نهار اللي تتعطل الدابة ذي بيولوجيا يصير لها تموت ولا تتكسر ولا حتى تمرض، مصير البنية هذه شنو؟ يعني أصبحنا نعالج في المسألة انطلاقا من صور ماسخة مؤذية للمشاعر ومؤلمة صور لا إنسانية. ونحن نشوفوهم يضحكوا في الصورة، عرفت نتاع فقراء ولكن سعداء، معناها أنفت راهي أنفت الفقراء، أنفت الفقراء لا يتذمرون، يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعفف. هذه على المعنى القرآني المقدس يعني في سورة البقرة. يعني هذه رو تعطيك صورة متاع إنسان يتحدى المصاعب وعنده قدرة على التفاؤل وعنده مخزون من الأمل كبير برشا. ولكن المصيبة وين؟ رو معناها السكربير أون سوامام، المخزون متاع الأمل هذاك يولد فيه من طاقته الذاتية. البلاد ما أعطته شيء، الطبقة السياسية ما أعطته شيء، مكونات الحكومة مكونات الدولة ما أعطته حد شيء، وهو يولد في الابتسامة، يولد في التفاؤل من طاقته الذاتية. لكن الطاقة الذاتية راهي محدودة في نهاية الأمر، ماله إلا بشر.
احنا على كل حال نتمناو ان شاء الله سنه دراسيه موفقه لكل الاطفال، سواء الفقراء ولا الاغنياء، الصغار ولا الكبار، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل، واللي يحب حاجه يوصل لها ان شاء الله معناها باي طريقه، سواء يتنقل عن طريق سياره فاخره ولا عن طريق دابه، معناها اللي على كل حال. لا هذا زاد فدوى، اسمح لي هذا واحنا نتناقشوا، لانه هذا معطى عام وهذا شان عام يلزمنا. المنطق هذا نتاع اللي يحب حاجه يوصلها مهما كانت المصاعب، راه ما عادش يمشي برشا. اليوم ثم واجبات اطراف معينه، واجبات الدوله تجاه مواطنيها. راهو امس تحدثنا على سؤال من اهم الاسئله اللي ما نجمتش تجاوب عليها الطبقه السياسيه، من اهم الاسئله اللي فرضتها الثوره، سؤال المواطنه. لا سيتويانتي ما هيش فقط موجوده فيك المضيق نتاع لو دروا، معناها لو دروا دو سول ولو دروا دو سون، يعني الحق في الانتماء الى الارض والحق حق الدم بالولادة، الحق البيولوجي في الانتماء. مش هذا فقط، المواطن اليوم جملة كبيرة برشا ترسانة من الاستحقاقات يلزم تتحقق المواطن، وترسانة من الواجبات يلزم المؤسسات والقيمين على أمور وعلى مرتكزات وعلى شروط المواطنة يلزم يوفرها. شروط الدنيا معناها يلزمها تتوفر، سينو نحن نتحول إلى مجرد ساكنة أو رعاية لا أكثر ولا أقل. ونحن فعلا قاعدين توا في تونس، أشكون اللي تتوفر فيه كل مقومات وسمات المواطنة بكل تجلياتها؟ نسبة ما هيش الأغلبية من التونس، ما عندناش الإحصائيات وما نجموش نثبتوها معناها بالمستوى الرقمي، ولكن نأكد لك اللي ما هيش الأغلبية من التوانسة اللي اليوم ينجموا يتمتعوا بصفة المواطن بالمعنى الصحيح. والمواطن إذا كان نحبوا حتى نصنفوا طبيعة الثورة اللي صارت في تونس، راهي ثورة في المواطنة.